أقيم في كنيسة القديس يوحنا دولاسال الفرير قداس إلهي عن راحة نفس فرير باولينو الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد خدمة امتدت لثمانية عشر عاماً قضاها في خدمة الكنيسة ومؤمنيها ومدرسة دولاسال الفرير، حيث ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن الصلاة بمعاونة كاهن الرعية الأب عصام الزعمط وعدد من الأباء الكهنة بحضور مدير مدرسة الفرير السيد جابي غزاوي وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والشمامسة وجمع من أبناء الرعية وعلى وقع الترانيم التي أحيتها الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب فضائية نورسات الأردن. في بداية القداس تحدث فرير البير عن حياة الفقيد الراحل الذي خدم رعية ومدرسة الفرير في عمان قبل أن يغادر إلى إيطاليا عام 2015 لينعم بفترة راحة بعد بلوغه 90 من عمره. وخلال العظة تحدث المطران الشوملي عن معنى خبز الحياة مشيرا لقول السيد المسيح حين قال: من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. فلنا أن نتخيل الحياة الحافلة التي عاشها فرير باولينو حيث تناول القربان المقدس آلاف المرات وهو اليوم يستحق أن يتمتع بالنعيم الأبدي. كنت أحسب في عمره الطويل كم مرة تناول القربان الأقدس، كان يتناول يوميا، فإذا عاش 94 سنة منها على الأقل 80 سنة مناولة يومية، بحسبة بسيطة هذا الفرير باولينو تناول على الأقل 30 ألف مرة جسد الرب. طب إذا يسوع وعد من تناول جسدي له الحياة الأبدية، كم بالأحرى من تناول جسد الرب بتقوى وخشوع ألاف وألاف وألاف المرات. نعم يا رب، نحن نؤمن بأن كلام الحياة الأبدية هو عندك، نحن نؤمن بأن الخبز هو ذكر موتك، نحن نؤمن بأن الخبز هو علامة فعالة حقيقية لحضورك الدائم بيننا، لذلك اجعلنا دائما أهلا لأن نتقدم من هذه المائدة المقدسة فتحولنا دائما إلى شبهك ونكون بالتالي مستحقين للحياة الأبدية معك وللسعادة الأبدية في السماء. آمين.